الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع التفسير وكلام ربنا وسورة المجادلة. بلغنا إلى قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وإنهم ولهم في الآخرة. في قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، اختلف العلماء في معنى الجلاء. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني قدر الله جل وعلا عليهم ذلك كونا، وأنهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الجلاء بعضهم قال القتل، وبعضهم قال التشريد والإبعاد. وصح الجلاء إجلاء الناس من مكان إلى مكان، يعني من بلد إلى بلد. فالجلاء هنا معناها ترحيل هؤلاء من المدينة، ولذلك ذهبوا إلى بني، منهم من ذهب إلى بني قريظة، ومنهم من ذهب إلى الشام. فأجلاهم الله جل وعلا من مكانهم لما فعلوه من الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله وأوحى الله إليه بذلك. ولولا أن كتب الله عليهم النفي من ديارهم وأموالهم، وصارت أموالهم وديارهم غريمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لعذبهم الله جل وعلا عذابا أليما وعذابا عظيما سبحانه جل في علاه. لكن كان لهم هذا الإجلاء، كان لهم هذا الإجلاء خزي وذلة لما شاقوا الله ورسوله، لما عرضوا. فكانت وقعت بني النضير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم جميعا، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغزاهم، نعم، ومكن لأهل الإسلام عليهم ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله. قال الله تعالى: قال قتادة الجلاء الخروج من البلد إلى البلد. وقلنا أن بعضهم اختلف وقالوا أن الجلاء هو القتل، والأصح ذا الباب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة، مع بني النضير. وهذه السورة بأسرها لبني النضير. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ليت الدكتور مدحت يسمعها، تفيد جدا في هذا الباب. قد تكلمنا عن الأشاعرة وضلال الأشاعرة وبيان ضلال الأشاعرة وقولهم أنهم لا يأخذ أحس الأحد. والله هذه فرصة لحضرتك دكتور مدحت. في 5 أسابيع ماضية أنا بتكلم فيها على الفرق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة، لتعلم ضلال القوم وضعف القوم أيضا علميا. ولذلك لابد أن يا أهل السنة تعرف كيف قوتهم وأين قوتهم وضعف الآخرين وفضيان الآخرين علميا، لا لهم في العلم ولا لهم في الإتقان. الأسلوب الرائع لا يثقل صاحبه علميا يا دكتور مدحت، والفاضي علميا لا يملأ إلا جثى على ركبتيه بين يدي العلماء. لذلك قال الله تعالى: لهم في الآخرة عذاب النار. فلهم الخزي والعار بأن الله أجلاهم ومكن للصحابة من أموالهم، بل مكن النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يملكون. ولذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم يخرجون ولا يحملون شيئا إلا ما حمل البعير فقط، وأموالهم وديارهم كلها صارت فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، صرفها فيما أراه الله جل في علاه. وكان هذا الإجلاء فيه ما فيه من الخزي والعار لهم، وفيه ما فيه من التمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك قال الله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك، وهذا التعليل تعليل لما أجلاهم الله جل في علاه، تعليل لما أصابهم الله بالعار والشنار، لما بالخزي والذلة والحقارة. ذلك بأنهم، والباء هنا باء سببية، يعني بسبب أنهم، ولا ذلك بأنهم يعني بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. وهنا المحادة لله، الكفر بالله وبالرسول، وجحود آيات الله جل في علاه، وعدم قبول ما من الله عليهم به من النعمة، وتزهدوا في نعائم ربهم عليهم من حجة وبرهان. فلذلك الله جل في علاه أصابهم بالعار والخزي والشنار. ذلك بأنهم، لأنهم الباء هنا باء سببية، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. إنما فعل بهم ذلك وسلط عليهم عباده سبحانه جل في علاه لأنهم كفروا بالله وبرسوله. ولذلك قال الله تعالى: إن الله شديد العقاب في الدنيا وفي الآخرة.
وهو القاهر فوق عباده، وهو ويرسل عليكم حفظة، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وسبب النزول أن بعضهم قطع وحرق وبعضهم لم يقطع، يعني لام بعضهم بعضا، قال منا من قطع ومنا من ترك، فأنزل الله جل في علاه: ألا وزر ولا إثم على من قطع، ولا وزر ولا إثم على من ترك، فإن من ترك ترك بإذن الله، ومن قطع قطع بإذن الله، من ترك ترك بإذن الله، ومن قطع قطع بإذن الله. اللهم أمين رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة، اللينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة هو نوع من التمر، هو نوع جيد لكنه ليس هو البرني ولا العجوة، لكن نوع من التمر. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. وقال بعضهم: هو جميع النخل. والعجيب أن بني النضير، شوفوا انظروا هنا أصحاب المآرب الأخرى، أن بني النضير جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنك يعني تنهى عن الفساد في الأرض، فما بالك تقطع الأشجار؟ فأنزل الله جل في علاه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله. ولذلك قال الله تعالى: وليخزي الفاسقين. أنتم فاسقون فكيف تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن تعلمون هذه حجة هؤلاء، وهذه الشبهة التي عندهم يريدون أن يشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أجاب عنه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأرد بسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، قطع نخل بني النضير وحرق. وهذه قال فيها الشعراء كلاما كثيرا يعني ليس له أهمية، مثل الآيات طبعا، وله أهمية مع بيان كيف فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك إلا بوحي. لما أجلى بني النضير تركوا أموالهم وتركوا عدتهم وعاداتهم وما يخبئونه من عادات وأيضا اعتاد وأيضا من مال، فكان فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت بني النضير، فتحت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، رسول ذي القربى واليتامى والمساكين. هذا فيء جعله الله للنبي خالصا، لأن المسلمين ما أجافوا عليه من خيل ولا ركاب ولا قاتلوا ولا تعرضوا لخطر حتى يكون نصيب فيه، فجعله الله جل وعلا خالصا فيئا خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى الله على قسمته أيضا، لأنه قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والأيتام والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه مسألة عظيمة جدا. هو قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فلله وللرسول ولذي القربى. وفي قوله فلله وللرسول جعل الفيء غنيمة، جعل مال الفيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضعه فيما أراه الله جل في علاه: اليتامى والمساكين وابن السبيل. هو ينكر أيضا الزواج الثاني في هذا الباب، الإنكار فيه هنا على إنكار السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفيء كان له، وما كان للمسلمين أنهم ما أجافوا على ذلك، فقد نقول بأنه في الزواج الثاني والثالث والرابع في هذا الباب قد يكون من الفيء، فبعضهم أنكر ذلك وبعضهم قال: نعم، إذا كان الفيء فهو في مصالح المسلمين، فإن كان نبيلا فالأمة تحمله على ذلك، وإن كان لا يكتفي فتزوجه الثانية والثالثة والرابعة في هذا الباب، على أساس أن مال الفيء يوضع في موضعه وهو في سبيل الله. ولذلك قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هؤلاء أصناف، الأصناف هذه هي التي تولى الله. لذلك قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، فجعل مال الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل
ذوي القربى أو ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وابن السبيل إلى آخرها. هذه المصارف التي جعلها الله جل في علا للفيء. ولذلك روى الإمام أحمد في مستدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله خاصة فيحبس منه. فهذه المصارف المذكورة هي المصارف المذكورة أيضا في خبز غنيمة، لكن المسألة أن مال الفيء صرفا على. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في مصالح المسلمين، جعلها في مصالح المسلمين. على ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأمة بأسرها وجب عليها أن تسمع وتطيع لما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا تخالفه إلا ما أن يكون فوق الطاقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. وروى النسائي عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا ما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كان من الله جل في علاه له والفيء له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له نفقة أزواج أمهات المؤمنين عاما، وبعد ذلك صرفه في المهاجرين وأيضا في بعض الأنصار ممن كان محتاجا فقيرا وأظهر فقرا في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تولاه بهذا المال. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فهنا بيّن الله تعالى من المستحق المال الفيء، لأنه الخمس الذي تكلم عنه أو الخمسة الذين تكلم عنه الله تعالى في أول مطلع السورة هذا الغنيمة، أما مال الفيء قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين. فبيّن أنهم أحق الناس بهذا الفيء. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، شوفوا انظر هنا إلى شرف ما هم فيه من وصف من رب العالمين وصفهم الله جل في علاه أنهم هاجروا في سبيل الله جل في علاه، تركوا الأوطان والأهل والأحباء والأخلاء والمال وكل شيء. هؤلاء صدقوا الله ما عهدوه وصدقوا الله في تطليق الدنيا، ولذلك مدحهم الله جل في علاه وقدمهم على جميع الناس حتى مع الأنصار. لذلك أبو بكر قال: منا الأمير ومنكم الوزير. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وقصة مصعب عنكم ليست ببعيد. وقصة مصعب تعلمون أنه كان النساء يعرفن مصعب من عطره، وصهيب أبو يحيى عندما تتبعه أهل مكة وكان راميا قال: لن تصلوا إلي إلا بعد رمي كل هذا النبل، أعقد معكم صفقة؟ قالوا: نعم هات. قال رضي الله عنه وارضاه: أغناكم وأنا أعلم بمالي أين هو، تعالوا صراحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء استحقوا هذه المنزلة عند ربهم جل في علاه لأنهم حقا صدقوا البيع. قال: الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وشهد لهم بالإخلاص، وهذا أصل مناط قبول العمل، الإخلاص يغير الله به كل الأحوال. الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فبين الله تعالى إخلاصهم وصدقهم في طلب الرضوان من الله جل في علاه. الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وفضل الله أنفتح عليهم وأعاضهم، ورضوان الله جل في علاه كتب لهم القبول في الأرض. قال شوف وصفهم، وقال: وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا إخلاصا وصدقا وتصديقا. قال: وينصرون الله ورسوله، يعني هم خرجوا خوفا وخرجوا رعبا من كفر الكافر ومن طغيان المتكبر، مع ذلك يهتمون برؤوسهم، يهتمون برؤوس المسلمين، فقتلوا ونفحوا عنهم فزادهم الله خيرا، وما ازداد عبد بعفو إلا رفعه. قال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شوف جعل علامة الصدق مع الله نصرة الدين، جعل علامة الصدق مع الله، وهذه ظاهرة جدا في من ينصر السنة، هذه ظاهرة جدا في من ينصر السنة. السنة علامة الإيمان، نصرة السنة علامة الإتقان. لذلك لما تكلموا في حماد بن سلمة قال ابن معين: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام،
خرجوا من ديارهم وأمرهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم وينصرون الله، قال وينصرون الله ورسوله. وهذه علامة صدق المكلف، نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله أولئك هم الصادقون، قال ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولله الحمد والمنة، جعل نصرة الله ونصرة الرسول علامة الصدق، ونصرة الله نصرة الكتاب، ونصرة السنة نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على الصدق في التقرب إلى الله جل في علاه. ولأن ميزان العبد بدينه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداؤه، فينصر الدين بالسيفين، فينصر الدين بالسيفين. هذه آية عظيمة جدا للفقراء، هذا الفيء كأنه بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم ما للفيء الذي ولك للفقراء الذين، قال للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فبين لهم أو بين فضلهم من أمور ثلاثة. الأمر الأول أنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم. تعلمون المال ميال، المال ميال جدا، حتى لو كان من أتقى الناس أو من أعبد الناس، ترى المال ميال جدا جدا جدا. وهذه مواطن صراحة عليكم السلام عليكم، مواطن، هذه المواطن مواطن مهمة جدا، مواطن التفريق بين الناس في هذا الباب، لأن المال ميال يميل بكل أحد كان أيا كان، والجود أمر تتقطع فيه الأنفاس. فلذلك خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم، خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم لله جل في علاه. ثم البيان الأعظم، ونصروا الله ورسوله، ونصروا الله، نصروا كتابه ونصروا رسوله ونصروا سنته، فنصروا دين الله، دين الله جل في علاه. لذلك رفعهم الله في عليين، لذلك رفعهم الله في عليين، وجعلهم هم المستحقون لهذا المال لا غيرهم. فهؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم سادات المسلمين. ولذلك لما 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 عورض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في منازعة في الخلافة، لم لا ينازع قريشا في الخلافة إلا أكبه الله في النار. فلما شهد الله لهم بالإخلاص والصدق ونصرة الله ونصرة الرسول، وشهد لهم بذلك، جعل مال الفيء لهم تعويضا على ما فاتهم. وهذا يحقق أن من ترك لا شيء عوض الله وفوقه المزيد. الفوائد المستنبطة، ميزان المرء عند ربي في عمله لدينه، فليرعوي من شاق الله ورسوله فإن عذاب الله قريب. الرد على الأشاعرة الذين قالوا لا نأخذ بحديث الأحاد، وهنا قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، وما من الأسماء المبهمة التعميم على ذلك. ولذلك الله تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.